أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الأكارم في حلقة جديدة من برنامج كل الحكاية، نقدمها لكم من قناة الأيام. القواعد الأمريكية المنتشرة حول العالم بشكل كبير هي ما سوف نتحدث عنه في حلقة اليوم، ما هو أهدافها وكيف ينظر المواطن الأمريكي إليها. أهلا بكم في كل الحكاية. على العراق أن يدفع ثمن القواعد العسكرية الضخمة التي بنتها الولايات المتحدة على مدى سنوات في العراق إذا أراد انتزاعها، تهديد للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سياق التوتر مع إيران التي تلوح باستهداف القواعد الأمريكية في العراق رداً على اغتيال قاسم سليماني. تتوزع القواعد العسكرية الأمريكية في العراق على امتداد مساحة العراق في كبرى المحافظات، ففي قلب العاصمة أقامت القوات قاعدة فيكتوري الأمريكية داخل حدود مطار بغداد، وشمال العاصمة بنحو 30 كيلومتراً عن بغداد أقامت القوات الأمريكية قاعدة التاجي تتمركز فيها قوات لأغراض التدريب، وبالقرب من كركوك تتمركز قوات أمريكية في قاعدة ألتون كوبري، وفي المحافظة نفسها شيدت قاعدة الرينج لأغراض التدريب. أما في محافظة كردستان فتنتشر القوات الأمريكية في 5 قواعد عسكرية قرب سنجار ومنطقتي أتروش والحرير، وكذلك قاعدتين في حلبجة بمحافظة سليمانية قرب الحدود الإيرانية. وفي أربيل تتمركز قاعدة جوية. أما في الموصل فقاعدة قيارة تمتاز بكبر حجمها وتطور أسلحتها. أما في الأنبار فبسطت القوات الأمريكية قواتها في قاعدتين في الحبانية وعين الأسد. كذلك في محافظة صلاح الدين هناك قاعدة سبايكر وقاعدة بلد. هذا فيما تم الكشف عن بناء قاعدتين جدد قرب القائم والرضبة المحاذيتين لسوريا. أهلا بكم. تنشر واشنطن قواعدها العسكرية في حوالي 80 بلدا حول العالم تحت مسميات وبذرائع مختلفة، يتصدرها عنوان محاربة الإرهاب، لكن الأحداث التي تشهدها الساحة الدولية أظهرت أن الدول التي استضافت قواعد أمريكية على أراضيها لم تشهد استتبابا للأمن فيها، بل زادت في معظمها التوترات والأزمات الداخلية وكذلك التوترات مع الدول الجارة لها. ومن ناحية أخرى يعتبر انتشار القوات الأمريكية بهذا الشكل أمرا مكلفا للخزانة الأمريكية، وتصاعدت الأصوات المعارضة له في الولايات المتحدة. سنبحث في هذه الحلقة من كل الحكاية الأبعاد المختلفة للانتشار الأمريكي في نقاط مختلفة من العالم وأثاره على هذه الدول وعلى واشنطن نفسها. نرحب بكم ونرحب بضيفينا في هذه الحلقة، السيد روبرت فانتينا المكاتب والمحلل السياسي الأمريكي من ولاية كولورادو الأمريكية، وكذلك السيد رايان توريل الأستاذ الجامعي والناشط السياسي الأمريكي من ولاية واشنطن. أبدأ معكم سيد توريل وسألنا لكم عن كيف كان انعكاس هذا الانتشار الكبير للقوات الأمريكية في أكثر من نقطة حول العالم على السياسات المتبعة في البيت الأبيض والقرارات التي تتخذها الحكومة الأمريكية. أنت تعلم أن الولايات المتحدة لديها 800 قاعدة في أكثر من 70 دولة حول العالم، ولا أعتقد أن معظم المواطنين الأمريكيين يدركون هذا أو تداعياته. فنحن كثيرا ما نسمع عن التهديد الصيني للعالم، بحر الصين الجنوبية وتهديد إيران في الخليج الفارسي، ولدينا قواعد في كل هذه الأماكن وهي استفزازات كبيرة. نعم، أرحب بك أيضا سيد روبرت فانتينا وأسألك عن لماذا تقوم واشنطن بنشر هذه القواعد العسكرية خارج حدودها. السيد توريل يشير إلى وجود القواعد الأمريكية أكثر حوالي 800 قاعدة عسكرية أمريكية منتشرة حول العالم، لماذا هذا الكم وماذا تريد واشنطن من هذا الأمر؟ السبب واضح في ذلك تماما، أن الولايات المتحدة تريد حكم العالم وتريد دعم البلدان التي تقدم عطاءاتها بغض النظر عن
مدى قسوة ووحشية قادة تلك الدول التي تريدهم الولايات المتحدة أن يكونوا عليها. الموارد الطبيعية للدول وامتلاك هذه القواعد في العالم تملأ أكثر من 57 منها، فإن الولايات المتحدة في وضع يمكنها من مهاجمة أي دولة تدفعها لأي سبب. لذا فإن الغرض من القواعد حول العالم هو القوة. سيد توريل، بالحديث عن هذا الموضوع، هل بالفعل هذه القواعد الأمريكية سوف تؤمن أو سوف تقلل التهديدات الخارجية وتحقق بالفعل كذلك الأمر الأمن الداخلي الأمريكي وفقا لما أشار إليه بشكل أو بآخر السيد فانتينا، وكذلك وفقا لتصريحات كثيرة سمعناها في الفترة الماضية من مسؤولين سياسيين وعسكريين في الولايات المتحدة الأمريكية يتحدثوا عن أن تواجد القوات العسكرية الأمريكية حول العالم هو لخفض التهديدات الخارجية التي تتعرض لها الولايات المتحدة. كيف تعلق على هذا الموضوع؟ لم يؤدي ذلك فقط إلى زيادة عدم استقرارنا وزيادة التهديدات ضد الولايات المتحدة الأمريكية من دول أخرى، وهذه كما تعلمون بالكاد لدينا تهديد من لأمن الولايات المتحدة تشكله القواعد الأمريكية في الخارج، أو لم يحدث ذلك. تصاعدت الأمور خاصة الآن وبعد أن أدركنا أنه في التسعينيات عندما انهار الاتحاد السوفيتي، كان الجميع يعرفون ذلك. الرئيس جو بايدن ثم سيناتور من ولاية ديلاوير، تعلمون للجميع في وزارة الخارجية أن توسع الناتو في أوروبا الشرقية سيؤدي إلى مشاكل مع روسيا، الكل يعلم ذلك قبل وقت طويل من سماع أي شخص عن فلاديمير بوتين. أيضا هذه المسألة كانت مطروحة. نعم سيد روبرت فانتينا، برأيك يعني وفقا لمراقبتك وأنت تدعم هذه الحالة انتشار القوات الأمريكية حول العالم بهذا الشكل، لماذا يعني حدثنا أكثر عن الأهداف التي قد تبحث عنها واشنطن من خلال إقامة هذا الكم الكبير من القواعد العسكرية حول العالم؟ تريد توسيع قواعدها العسكرية لتحافظ على قوتها، لأننا نعلم أن هناك الآن دول أخرى تزيد من قوتها الاقتصادية وكذلك العسكرية، وتشعر الولايات المتحدة بالتهديد من ذلك، لأن الولايات المتحدة تريد أن تكون أكبر دولة، إنها القوة العظمى الوحيدة على هذا الكوكب. لذلك من خلال توسيع قواعدها العسكرية فإنها تسمح لجنودها بالسيطرة على المناطق التي توجد فيها القواعد. لذلك غالبا ما تخبر الولايات المتحدة الدول بأنها للأغراض التي تهاجمها بشكل إنساني أو للتقدم أو تقول للديمقراطية، يبدو وكأنه نموذج مثالي جدا، لكن هذا ليس السبب أبدا، وأن الديمقراطية لن يتم إنشاؤها أبدا ولن يتم تلبية الاحتياجات الإنسانية أبدا. الفكرة بأكملها هي أن الولايات المتحدة لديها المزيد من القوة للحصول على الموارد الطبيعية والثروات للدول الأخرى وتحقيقها وتكون فقط أقوى دولة في العالم. هذا هو هدف القيادة الأمريكية. أشكرك على صراحتك سيد فانتينا وحديثك مباشرة بأن الحديث عن نشر الديمقراطية لم يكن السبب الرئيسي الذي اتبعته الحكومات الأمريكية وصدرته إلى دول مختلفة حول العالم لتقول أنها سوف تقوم بنشر الديمقراطية وجلب الديمقراطية للبلدان التي غزتها، ونحن نشاهد واقعا مريرا لهذه الدول ومعاناتها. أنتقل إليكم سيد رايان توريل مرة أخرى في
هذا الحوار، وأسألك عن ما هي الجهات أو من هي الجهات في الداخل الأمريكي التي تدعم هذا الانتشار الأمريكي للقوات العسكرية في أكثر من نقطة، وما المكاسب التي قد تحصل عليها أو قد تصل إليها من خلال دعم هكذا توجه؟ سؤالكم سهل للغاية. مصنعو الأسلحة موجودون، ونحن في وضع الآن في الولايات المتحدة حيث عين الرئيس بايدن لويد أستون الثالث وزيرا للدفاع، والذي سيكون مدنيا مراقبة الولايات المتحدة. كان الجيش، وفي هذه الحالة لويد أستون جنرالا في جيش الولايات المتحدة لفترة طويلة، وكان قائدا للقوات الأمريكية في العراق، ثم رئيسا لقيادة أحد أكبر رايثون تكنولوجي منذ تقاعدت من الجيش، وأصبح عضوا في مجلس الإدارة. يعد مجلس إدارة شركة مصنعي الأسلحة في العالم، وقد استقال عندما أصبح وزيرا للدفاع. بكل هذا ما أقوله، من المفترض أن يكون هذا بمثابة مراقب للتحقيق أو للتحقق من وجود شخص ما للسيطرة الأجنبية، الجيش والشركات المصنعة للأسلحة. ولكن بدلا من ذلك، شخص منخرط بعمق في كليهما، وبالطبع وأرباح الشركات المصنعة العسكرية منذ أن كان لويد أستون وزيرا للدفاع ارتفعت أرباح هذه الشركات وشركات أمريكية أخرى. هذا يعد استثمارا جيدا للغاية في وقت يعاني فيه الاقتصاد الأمريكي من حالة الفوضى والنفط، في الوقت الذي يتعثر فيه باقي شؤون الاقتصاد، فالأرباح من الأسلحة هذا أمر مهم. نعم، أعود إليكم سيد روبرت فانتينا. يعني إلى أي مدى أدى انتشار القوات الأمريكية إلى نشوب نزاعات بين الدول التي تحتوي على هذه القواعد أو التي استضافت هذه القواعد؟ نحن نشاهد هناك توترات دائما بين الدول التي بنيت على أراضيها قواعد أمريكية، الكوريتين في منطقتنا هذه، وكذلك في أكثر من نقطة حول العالم. في المكان الذي توجد فيه قاعدة أمريكية هناك أزمة بين هذا البلد والبلد الجار له بشكل أو بآخر. هذا الموضوع كذلك ينعكس على الوضع الداخلي في كل هذه البلدان التي استضافت القواعد العسكرية الأمريكية. كيف تنظر إلى هذا الأمر، وكيف يمكن فهم تأثير هذه القواعد بحصول هذه النزاعات؟ لم تكن القواعد العسكرية الأمريكية ذات فائدة لأي شخص لديه قواعد على أرض أجنبية، مما زاد من التوترات التي كانت الولايات المتحدة تعتبرها في السابق داعمة للأنظمة غير الديمقراطية. ولأن هذه القواعد غالبا ما تكون في بلدان يعارض فيها سكان القاعدة للتوظيف، لقد سهلت الجماعات المتشددة ضد رئيس الولايات المتحدة على الولايات المتحدة شن حروب كارثية، بما في ذلك الحروب الكارثية في أفغانستان والعراق، ولم يكن هذا شيئا إيجابيا على البشر بسبب المنتجات المستخدمة في القاعدة، فهي مواد كيميائية لها تأثير سلبي على البيئة والحياة البرية، وتؤثر على صحة الأطفال الذين لم يولدوا بعد. الهدف المعلن للولايات المتحدة هو الحد من التوترات والعمل كقوة واستقرار لا تفعله أبدا، فهي ببساطة تضطهد الناس في البلدان التي يتمركزون فيها. وبغض النظر عما تقوله الولايات المتحدة، لا فائدة لهم من القواعد. يتم خلق المزيد من فرص العمل للناس، وهو ما لا يحدث. هناك المزيد من فرص العمل للجنود الأمريكيين، ولكن للناس في هذه البلدان لا يستفيدون أبدا.
سيد رايان توريل، يعني كيف انعكس هذا الموضوع على الاقتصاد الأمريكي؟ الاقتصاد الأمريكي هل تأثر بوجود هذا الكم من القواعد العسكرية المنتشرة في أجزاء مختلفة؟ حسنا، كان هذا مدمرا للغاية. شيء واحد أود التحدث عنه، وهو أنني كنت في أوروبا في وقت سابق من هذا الشهر، واحتجت في بوكال بألمانيا، حيث توجد قاعدة جوية ألمانية بها سرب أمريكي من 15 إلى 20 طائرة. يتم خزن القنابل النووية هناك وجهز للتحميل على طائرات ألمانية لإرسالها إلى روسيا. هذا بالطبع استفزاز كبير. قالت إدارة الأمن القومي في يناير كانون الثاني إن 1.5 مليون أو إن 1.5 تريليون دولار، عذرا، 1.5 تريليون دولار للتخلص من الأسلحة النووية، كما التزمت الولايات المتحدة بموجب معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولكن للحفاظ بها وما أسمته ببرنامج إطالة الحياة، عقدوا مؤتمرا صحفيا حيث تفاخروا بفخر بأن أول برنامج لتمديد الحياة كان يخرج من خط التجميع، وكانوا سيحلون محل قنابلنا في أوروبا، وتفاخروا أيضا بأنهم أطالوا عمر القنبلة ب 61-12 من طراز ب 61-12 بمقدار 25 عام. لذلك كل هذه الأموال تذهب إلى كل هذه الموارد للحفاظ على أسلحة نووية غير مشروعة ب 61 تحتجزهم الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، ومحتجزون بشكل غير قانوني على الأراضي الألمانية في انتهاك للقانون الألماني ضد القانون الدولي، في وقت انخفض فيه متوسط العمر المتوقع للمواطن الأمريكي لأول مرة منذ عقود. لذا فإن أولوياتنا هي أننا سننفق تريليونات الدولارات. لقد أظهرت أولوية الولايات المتحدة أننا سننفق تريليونات الدولارات للتأكد من أن هذه جريمة يجب أن نضيف أن 25 عاما إلى عمر القنبلة النووية التي إذا تم استخدامها على الإطلاق ستنهي الحياة البشرية المنظمة على هذه الأعلى هذا الكوكب، جريمة للحفاظ عليها أو صيانتها أقل بكثير من تحسينها وجعلها أكثر مرونة وأكثر قابلية للاستخدام أثناء قيامنا بذلك، بينما يحتضر مواطنون الدفاع يكسب المقاولون الكثير من المال، لكن البلد يعاني، ولدينا الكثير من المشاكل في بنيتنا التحتية في التعليم إلى جانب الرعاية الصحية. كل شيء ينهار لأننا نضع كل مواردنا في هذه الأسلحة التي لا تصنع الأمان لبلد، إن جعل العالم أكثر أمانا وعدم إبقائه في مكانه لا يجعل العالم في سلام، ولا يجعل المواطنين الأمريكيين أو أي شخص آخر في العالم أكثر أمانا. نعم، سنتحدث عن هذا الموضوع يعني بشكل أكثر إن سمحت لنا الفرصة سيد رايان توريل. وسيد روبرت فانتينا، سؤالي لكم عن موضوع، هل تمكنت واشنطن بالفعل من تحقيق ما أرادت تحقيقه من نشر لقواتها في هذه البلدان؟ تحدثت في إجاباتك الأولى في هذا الحوار عن أهداف ولماذا واشنطن تقوم بنشر هذه القواعد العسكرية. النتائج، هل تمكنت من تحقيق نتائج مرادة أو مطلوبة برأيك؟ وجود هذه القواعد هناك، قواعد عسكرية أمريكية، ونجحت دول العالم في تطبيق سياسات واشنطن، أو كان لوجودها تأثير معاكس في كثير من الحالات حيث حققوا أهداف واشنطن.
لكن هذه الأهداف لم تنفع الناس أبدا. القواعد كما ذكرت سابقا جعلت أساس غزونا للعراق أسهل في الجزء الأول من هذا القرن. وكذلك أفغانستان، كانت الولايات المتحدة هناك لأكثر من 20 عام، لأنني قيل لي أن المعاناة أعطت المنظمات المناهضة لمنظماتنا أدوات تجنيد هائلة، لأنهم كانوا يعارضون تدخل الولايات المتحدة هناك. لم يتم فعل أي شيء للأشخاص خارج أفغانستان أو الولايات المتحدة باستثناء شيء واحد يمكن أذكره، وهو أن هناك ما يسمى بمقاولي الدفاع في الولايات المتحدة، وهم أثرياء للغاية، تجار أسلحة يحققون أرباح فلكية ويتبرعون بسخاء كبير للانتخابات، للحملات الانتخابية للمرشحين. وأثناء الحروب تقوم أمريكا بشراء معداتها بأعداد غير مسبوقة، وذلك لصالح هذه الشركات ولصالح أعضاء الكونغرس المطالبين بإعادة انتخابهم. تساعد القواعد في تحقيق أهداف الولايات المتحدة، ولكن لها أيضا تأثير سلبي في خلق عداء قوي تجاه الولايات المتحدة في البلدان التي يتمركزون فيها، لأنه إذا ارتكب جنود أمريكيون جرائم وإذا هم يفلتون طبعا من العقاب من هذه الجرائم، فإن الولايات المتحدة تأخذ الأرض بعيدا عن الناس ببساطة. انظر إلى الأمر من منظور أنه إذا تم تحقيق الرأس فلذلك أن الولايات المتحدة تكسب القوة والأرباح كثيرا، لكنها ليست كذلك. تزايد العداء للولايات المتحدة لأنها تواجهها، إنها تخلق الأعداء لها بهذه السياسة. نعم، أرجو منك بالتفضل بالبقاء معنا السيد روبرت فانتينا وكذلك السيد رايان توريل، وننتقل معنا إلى هذه الفقرة نتابعها سويا مع المشاهدين، أعدها فريق عمل البرنامج حول موضوع هذه الحلقة وانتشار القوات الأمريكية في قواعد حول العالم. نتابع ونواصل الحوار بعد ذلك. من جديد أهلا بكم مشاهدين الكرام في حلقتنا هذه من كل الحكاية. نرحب مرة أخرى بكم وبضيفينا السيد روبرت فانتينا معنا من ولاية كولورادو والسيد رايان توريل معنا من ولاية واشنطن. سيد توريل، مرة أخرى أسألكم عن بالنظر إلى الوضع الاقتصادي في هذه الأيام وخاصة على المستوى الاقتصاد الأمريكي، هل ستكون واشنطن قادرة على مواصلة نشر قواتها بهذا الكم الكبير في النقاط المختلفة في البلدان حول العالم في مختلف القارات؟ نحن نشاهد هذا التواجد الأمريكي بالقواعد العسكرية، هل سيكون الاقتصاد الأمريكي متينا بهذا الحد حتى يتمكن من مواصلة دعم الانتشار العسكري على المستوى الواسع؟ لسوء الحظ يجب أن أقول إن الجواب نعم، وأنا أريد أن أقول إن حكومة الولايات المتحدة والرئيس بايدن واللويد أوستن وآخرين سيقولون إن هذا يكفي ولا يمكننا الاستمرار في ذلك. أعطيني بمشاكلنا، نحتاج إلى معالجة الجوع في العالم، نحتاج إلى معالجة الأمور التي نراها من تغيير المناخ، لكنني لا أعتقد أن هذا سيحدث. ولماذا يمكننا الاستمرار في القيام بذلك؟ يبدو أنه وصل إلى النقطة المهمة، فاشلة. لكنني أعتقد حقا أنني أخشى أن تستمر الولايات المتحدة في استنزاف كل نظام يمنح الحياة، وسيتم التضحية بكل ما نتحدث عنه حول إعادة بناء الطرق والبنية التحتية الأفضل. قد رأينا ذلك لاحقا، غزت روسيا أوكرانيا، وإذا كنت تعرف على الفور مبادرات للعمل على تغيير المناخ ومبادرات للحد من الانبعاثات في الولايات المتحدة ومبادرات لإعادة بناء بنيتنا التحتية تم تعليقها، فلا يمكننا إصلاح علاقتنا. المشاكل الآن
لأن علينا إرسال المزيد من الأسلحة إلى أوكرانيا، هي أولوية لدى الحكومة، وستحدث نفس المواقف مرارا وتكرارا، وستستمر البنية التحتية في الصحة والتعليم والرفاهية للشعب الأمريكي وشعوب العالم أكثر دمارا. عار عليك لأن الأولوية الآن هي عائد الاستثمار على الأشخاص الذين يستثمرون في بوينغ ورايثون ووظائف أخرى، أشخاص مثل لويد أوستن. لذلك للأسف أعتقد أننا لن نرى ذلك قرب نهاية الإمبراطورية العسكرية الأمريكية. لا أحد ولا بلد في العالم لديه أي شيء مثل الولايات المتحدة وقواعدنا حول إيران وقواعدنا حول روسيا وقواعدنا في أمريكا اللاتينية حول كوبا، تؤدي فقط إلى تفاقم المشاكل التي يواجهها العالم. يجب أن يعلموا بالأمر. هذه الموارد التي تكون لدينا تتطلب حسن النية من الجميع، ويجب علينا نزع السلاح من الجميع. نعم سيد روبرت فانتينو، كيف انعكس موضوع هذا الانتشار الأمريكي على السياسة الداخلية والخارجية لواشنطن والرؤساء المتعاقبون في البيت الأبيض؟ كيف كان لارتباط سياساتهم تأثير على انتشار القوات الأمريكية وهذه القواعد العسكرية؟ نحن سمعنا في الفترة الحكومة السابقة مثلا أو حتى في الانتخابات الرئاسية، هناك دائما من يرشح نفسه ليكون رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية يقول أنه سوف ينهي الحروب وسوف يعيد القوات الأمريكية إلى الأراضي الأمريكية. شاهدنا هذا الموضوع وكانت يعني انسحاب وصف بالفضيحة من قبل القوات الأمريكية في أفغانستان وكل هذه الأمور. كيف يمكن القول بأن السياسة الداخلية والخارجية أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية ترتبط بالقواعد العسكرية حول العالم التي أنشأتها هي؟ حسنا، الاستفادة من زيادة الأموال من جماعات الضغط العسكرية لأعضاء الكونغرس يمنح الولايات المتحدة أيضا مزيدا من القوة والقدرة على مهاجمة أي دولة لا تتصرف وفقا لنا بسهولة. أعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضع الولايات المتحدة في السلطة في الرأس القوة، فالولايات المتحدة تريد السيطرة على العالم حسب إرادتها التي كما ذكرت من قبل هي من أجل القوة والربح وليس من أجل حقوق الإنسان ولا من أجل القانون الدولي. لذلك من خلال الحصول على هذا تضمن القواعد أن الولايات المتحدة يمكنها بسهولة مهاجمة أي دولة غير راضية عنها، لذا فهي نتيجة إيجابية للولايات المتحدة. ولا تثق في أمريكا والناس لا تثق بالولايات المتحدة، وهذا الأمر أصبح شائعا في جميع أنحاء العالم أن الولايات المتحدة أكبر منظمة إرهابية في العالم. هناك الكثير من العداء في هذه المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية وهذه القواعد الأجنبية وقواعدها في أكثر من 80 دولة في العالم، هناك سلبيات كثيرة لهذه القواعد بحيث يكون هناك الكثير من العداء تجاه أمريكا، تجاه الولايات المتحدة وحكومتها. لكن مع شديد الأسف لا ينظرون على المدى البعيد، إن النظرات قصيرة، وهذه القواعد لا يرى سوى زيادة هذه القواعد، لا نرى غير الأمر وتعديل السياسات. إن قوتنا لا ترى الآثار طويلة المدى التي ستؤذي في النهاية أو تؤدي في النهاية إلى تقليل قوتنا وزيادة العداء تجاه أمريكا إلى الحد الذي لا يمكن أن نواجه هذا العداء الموجود وهذه الكراهية. نعم سيد رايان توريل، هل هناك معايير خاصة لدى واشنطن في اختيارها للدول التي سوف تقيم على أراضيها القواعد الأمريكية؟ Oh, I the basis of
إن أساس هذه القرارات موجود في كل مكان تقريبا، يمكننا الذهاب إليه، والحكومات على استعداد لتسريع احتياجات شعوبها لصالح الولايات المتحدة والشركات الأمريكية. نعم، الدول التي تظهر درجة معينة من الاستقلال. أعتقد أننا نرى دول الشرق الأوسط التي تستفيد من الأسطول البحري الأمريكي في البحرين، والقواعد الأمريكية في قطر والإمارات العربية المتحدة، كل الدعم العسكري، السعوديون دون العودة إلى إسرائيل. هذه دول عميلة بمعنى الكلمة، والشعوب طبعا لا تستفيد من تلك الدول، لا تستفيد من القواعد الأمريكية. شعب البحرين لا يستفيد من وجود قواتنا البحرية هناك. الأسطول هناك في الواقع خطر عليهم، لأن الأسطول الأمريكي والخليج الفارسي سيكونان هدفا، ومن الحتمي أن يكون ذلك تدخلا أجنبيا هناك. وليس هناك، هناك عدد قليل من الأشخاص في البحرين يستفيدون من هذا، ولا أريد أن آتي بأسمائهم هنا أو أختارهم، فقط لأن جميع البلدان الأخرى التي أدرجتها وقلتها، وأيضا في كل مكان في القواعد الأمريكية، هناك حكومات وفصائل محلية تستفيد وبعضها ضدهم. هذه المشاركة النووية هي ما لا يريده معظم الناس. في ألمانيا للأسلحة النووية الأمريكية هناك، معظم الناس في هولندا كذلك، معظم القادة المنتخبين ديمقراطيا لا يريدون أسلحة نووية في هولندا، لأن هذه ليست اتفاقيات بين حكومة الولايات المتحدة وحكومات هولندا وإيطاليا وألمانيا وما إلى ذلك. هذه اتفاقيات وترتيبات بين الولايات المتحدة، إنه لضرر كبير للجيش وجنود تلك البلدان وللديمقراطية في هذه البلدان أن يتم اتخاذ قرار بشأن امتلاك أو عدم امتلاك أسلحة نووية. بالطبع إذا أراد بلد ما القيام بذلك فهذا أمر خطير للغاية. يجب أن يكون للقادة المنتخبين لتلك الدول وشعب هذا البلد رأي، ولكن وفقا للقوانين الولايات المتحدة، لقوانين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فأنت تعلم أن هؤلاء الدول، هذه الدول ليس لها رأي، إنهم يريدون التخلص من أسلحتنا النووية. وفي هذه المرحلة لا يتعلق الأمر بالدفاع كثيرا، فخطر الحرب النووية كبير جدا، لدرجة أن المظلة النووية لحلف الناتو لم تعد اتفاقية دفاعية، إنها أشبه باتفاقية انتحارية وتهديدا للولايات المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، كل ذلك لصالح قلة قليلة. نعم، وبالحديث عن هذه الأمور، يعني سيد روبرت فانتينا، الكثير من القواعد الأمريكية متواجدة في منطقة جنوب غرب آسيا والشرق الأوسط، هل هذه القواعد العسكرية الأمريكية تؤثر أيضا من ناحية السياسة الأمريكية، أي أن هل واشنطن في هذه الفترة بالنظر إلى التوترات القائمة قد تسعى إلى توسعة حضورها العسكري في هذه المنطقة، أم أن الواقع على الأرض لا يتيح لها هذه الفرصة؟ حسناً، أمريكا تريد هذه المنطقة وتمتلكها وتكون لديها قوة فيها، لكنها تشعر أنها لا تملك القوة الكافية، لذا فهي تريد زيادة هذه القوة في هذه المناطق، ويمكن أن تذهب إلى دول غرب آسيا، ويمكن لحكومتنا أن تخبر الحكومات أنه إذا سمحت لنا بإنشاء قاعدة عسكرية هناك فسوف نمنح لكم ملايين الدولارات، وبعض هذه الدول تحتاج إلى تمويل إضافي، ولذا فهي توافق على هذا الاقتراح وحتى تتمكن الولايات المتحدة من شراء وفتح طريقها إلى هناك من أجل زيادة قوتها في ذلك الجزء من العالم.
فإنها تريد تعزيز قوتها في كل مكان، لذلك فهي قوية جدا في أوروبا، وهناك عدد لا يحصى من القواعد الأمريكية العسكرية في أوروبا، وكثير منها في ألمانيا وحدها، ولكن في جميع أنحاء أوروبا، لكن المساحات ليست كبيرة جدا، وحيثما تكون القواعد غير شائعة. تريد الولايات المتحدة إضافتها حتى تتمكن من زيادة قوتها هناك، والتأكد من أن تلك الدول تفعل ما تريد الولايات المتحدة أن تفعله. نعم. في سؤالنا الأخير لكم سيد رايان توريل، يعني هناك أصوات شوهدت وسمعت مؤخرا في الداخل الأمريكي تنتقد موضوع ارتفاع الأسعار، ارتفاع أسعار مصادر الطاقة وارتفاع أسعار المواد الغذائية وكل ذلك، وحتى هناك انتقادات للضرائب وخاصة ما يتم دفعه إلى كيان الاحتلال الإسرائيلي. الآن هذه القواعد العسكرية أيضا هناك أصوات أمريكية تنتقد التكاليف الباهظة التي تتكبدها الخزينة الأمريكية لإبقاء القوات الأمريكية خارج الحدود الأمريكية بهذا الشكل الكبير والمشاهد والملحوظ. كيف تعلق على هذه الفكرة؟ كيف سوف يستمر؟ هل ستستمر هذه الحالة من عدم الرضا؟ وهل سيكون لها تبعات على الداخل الأمريكي؟ نعم، هذا يعني أنك تعرف نصف اقتصادنا، وهذا هو نصف الاقتصاد القادم، وكذلك بقدر ما تعرفه أعتقد أن 12 دولة أكثر مما تعرف. يمكنك أن تأخذ تلك الصين وروسيا وحتى إسرائيل والمملكة العربية السعودية، وأنت تعرف الجميع. عندما يكون الجميع يجب أن يذهب الإنفاق الجديد على في جيوبهم أو على جيوشهم عذرا إلى الدول الاثني عشر الأولى في الولايات المتحدة التي لا تزال تنفق المزيد، مما يخلق أيضا وضعا يكون فيه اعتمادنا على الدول الأخرى بالنسبة لك فقط أشياء لا نستخدمها كثيرا. يتم تصنيع القليل من المواد هنا، قليل جدا، ومعظم ما نستخدمه من أجهزة الكمبيوتر وأقلام الحبر وعلب الألمنيوم الخاصة بنا يتم حضارها جميعا على متن سفن حاويات ضخمة من جميع أنحاء العالم استيراد، لأننا لا ننتج شيئا سوى الأسلحة. نعم، نحن نصنع أشياء لا يستطيع موظفونا القيام بها، استخدام لا يفيدنا ولا يثري حياتنا ورفاهيتنا مبنية على الحرب، وطالما أن هذه أولويات تكون لدينا فلا توجد طريقة أن العيش في حليف يعني أن حياة أي شخص سيكون العالم أفضل في هذه الحياة. السؤال لكم أيضا سيد روبرت فانتينا، يعني بالنسبة للاعتراض الشعبي على موضوع التكاليف الباهظة لإبقاء القوات الأمريكية خارج الحدود الأمريكية، كيف تعلق على هذا الموضوع؟ له تأثير مدمر للغاية على كثير من الفقراء. أكثر من 25% من الأطفال في الولايات المتحدة يعيشون في الفقر. يجب على المدن في الولايات المتحدة التي لا تحتوي على مياه صالحة للشرب أن تشتري المياه المعبأة في زجاجات، لأن المياه التي تخرج من صنابيرها هي مياه غير نظيفة. التعليم الجامعي على مستوى الولايات المتحدة مكلف للغاية، أكثر بكثير من أي بلد آخر في العالم. تقدم العديد من الدول الأوروبية رسوما دراسية مجانية. الرسوم الدراسية في الولايات المتحدة باهظة الثمن، وإذا اقترض الطلاب من الولايات المتحدة فإن الفائدة مرتفعة جدا، وحتى لن يقضي الإفلاس الشخصي عليهم. لذا فهذه أشياء يمكن فعلها لمساعدة الناس في الولايات المتحدة، وإذا لم تذهب الأموال إلى الميزانية العسكرية بالطبع. هناك بنية تحتية
جميلة للطرق والجسور وما إلى ذلك. فالعديد من المناطق التي هي في حالة سيئة داخل المدن، حيث لا يوجد تدفئة في المدارس في الشتاء، ولا يوجد مكيف هواء في الأشهر الأكثر سخونة، وليس لديهم الإمدادات التي يحتاجونها. فهذه أشياء يمكن الاعتناء بها بجزء بسيط فقط من الميزانية العسكرية الأمريكية الباهظة. لقد قيل أن أقل من 5% من الميزانية العسكرية الأمريكية يمكن أن تقضي على الجوع في العالم، وحقيقة أن الولايات المتحدة لا تفعل ذلك. هي لائحة اتهام دامغة لأولوياتها، أنها تفضل السلاح، أنها لا تشتري الطعام للفقراء بدلا من هذه الأموال التي تصرفها على الأسلحة. هذه بعض القضايا التي يعاني منها الناس، لأن الولايات المتحدة تنفق أموال ودافعي الضرائب بدلا من احتياجات الناس على تعزيز الجيش للسيطرة على العالم للحصول على قوة أكثر. يقول بعض الناس أن الدولار الأمريكي مخصص للأمن الذي يحافظ على سلامة جيشنا. أما أنا لربما نشاهد لم يتم غزو الولايات المتحدة من قبل هؤلاء، لا أعرف كم من الوقت لن تكون هناك حاجة إلى جيشهم لأغراض دفاعية، فهو عدواني تماما، والنتيجة هي أن الناس في الولايات المتحدة يعانون من مشاكل. ذكرت لكم المدارس، السجون، البناء. الولايات المتحدة بها عدد كبير جدا من السجناء، طبعا النسبة لكل فرد هذا عدد كبير ومخزي حقيقة. نعم. الكاتب والمحلل السياسي الأمريكي السيد روبرت فانتينا، أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا في هذه الحلقة، كنت معنا من كولورادو. وكذلك الشكر موصول للسيد رايان توريل الأستاذ الجامعي والناشط السياسي، كان معنا من واشنطن. أشكركم على الحضور والمشاركة في هذه الحلقة والمواضيع التي سلطتم الضوء عليها. والآن ننتقل معكم مشاهدينا إلى هذه الفقرة مع السيد الشبيب والعالم الافتراضي، كيف يتفاعل وكيف يقوم الناشطون في وسائل التواصل الاجتماعي بالتفاعل من موضوع الانتشار الملحوظ والكبير للقوات الأمريكية حول العالم. نتابع معا. بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم مشاهدينا في برنامج كل الحكاية ومع فقرة التواصل الاجتماعي. أمريكا هي إحدى الدول التي تقر بصرف أكبر ميزانية عسكرية في العالم كل عام، وتنفق نفقات ضخمة على مئات القواعد العسكرية حول العالم، وتأتي هذه النفقات في الوقت الذي يواجه فيه الشعب الأمريكي داخل هذا البلد، وخاصة منذ بداية العام الجاري العديد من المشاكل الاقتصادية كالتضخم غير المسبوق، الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، نقص المواد الغذائية الأساسية، البطالة والتشرد. هذا الأسلوب الأمريكي في الموافقة على الميزانيات الضخمة بالطبع كان له انعكاسات كثيرة على شبكات التواصل الاجتماعي وخاصة على موقع تويتر، ونحاول مشاهدينا أن نعرض بعضها في هذا البرنامج. أحد مستخدمي تويتر ويدعى ستيفن بينكر، وهو أستاذ في جامعة هارفارد، كتب في تغريدته في حسابه على تويتر: الميزانية العسكرية الهائلة للولايات المتحدة على سبيل المثال أكثر من 800 قاعدة في أكثر من 90 دولة لا يمكن تبريرها بالتهديد الموضوعي في عالم تتراجع فيه الحرب. وأضاف: حتى لو لم تكن جميع التفاصيل هنا صحيحة فهذه مناقشة نحتاج إلى إجرائها. فيما علق مغرد آخر حول الميزانية العسكرية الأمريكية الضخمة
وغرد قائلا: لدى أمريكا 800 قاعدة عسكرية في 140 دولة، كما أن الميزانية العسكرية لهذا البلد هي أكثر من مجموع ميزانية الدول العشر القادمة مجتمعة. منذ العام 1945 حاولت أمريكا الإطاحة بأكثر من 50 حكومة أجنبية، قصفت 30 دولة واجتاحت 37 دولة أخرى. كما كتب معهد SIPRI الدولي الذي يبحث في ميزانيات الحرب والميزانيات العسكرية حول العالم في حسابه على تويتر قائلاً: بميزانية عسكرية تقدر ب 778 مليار دولار، ظلت الولايات المتحدة أكبر منفق في العالم في هذا المجال عام 2020، والذي يمثل ما نسبته 39% من الإنفاق العسكري العالمي. لقد كان الإنفاق العسكري الأمريكي في العام 2020 أعلى بنسبة 4.4% مما كان عليه في العام 2019. كما كتب روبرت ريتش أحد الأساتذة الأمريكيين في تغريدة على حسابه في تويتر: 3% فقط من الإنفاق العسكري الأمريكي يكفي للقضاء على المجاعة في العالم. إذا لم يخبرك ذلك بأننا قد خلطنا أولوياتنا فلست متأكداً مما سيحدث. إيد ماركي أحد أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي علق على الميزانية العسكرية الأمريكية في حسابه على تويتر: ميزانيتنا العسكرية أكثر من ميزانية الدول العشر القادمة في العالم مجتمعة. لقد عانت مجتمعاتنا ونحن نحيط أنفسنا بهيمنة عسكرية شديدة. مع هذه التغريدات مشاهدينا نصل إلى ختام حلقة اليوم. شكرا لكم على المتابعة، إلى اللقاء في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا نصل معكم مشاهدين إلى ختام حلقة أخرى من برنامجنا، على أمل أن نلتقي بكم في الأسبوع المقبل مع موضوع آخر نتناوله في برنامج كل الحكاية. وإلى ذلك الحين دمتم بأمان الله وحفظه، ومع السلامة.